يعني في الوقت الذي يخرج فيه الألاف من الشعب التركي مطالبين بفتح معبر رفح وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، يقف عشرات من المستوطنين بالقرب من معبر كرم أبو سالم من جانب إسرائيل يمنعون إدخال الشاحنات أو السماح للمساعدات التي تصل إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة، في تأكيد على منهجية الاحتلال في القتل والقصف وحرمان السكان في قطاع غزة من الطعام ومن تلبية احتياجاتهم. هنا مفارقة كبيرة يعني ما بين من يطالب أو من يقف مع المظلومين وينصرهم وما بين من يحاول أن يزيد حالة الظلم يعني ربما تكليف الشعب الفلسطيني مزيد من الأوجاع في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة. ولكن يعني إذا ما انتقلنا إلى الأوضاع الميدانية فإن المشهد يبدو صعبا للغاية في مدينة خان يونس وشمال قطاع غزة، حيث تدور الاشتباكات الضارية في المناطق الغربية لمدينة خان يونس وبالتحديد في حي الأمل ما بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال وسط مساعي المقاومة لصد هذا العدوان وتكبيد الاحتلال مزيد من الخسائر، حيث أعلنت قبل قليل كتائب القسام عن استهداف دبابتين بالصواريخ المضادة للدروع والمعروفة باسم يعني صواريخ الياسين. ربما هذه الصواريخ التي أصبحت اليوم هي سلاح المقاومة وسلاحها ودراعها القوي في عملية التصدي لآليات ودبابات الاحتلال التي غالبا يعني ما تخرج عن الخدمة بعد الإصابة المباشرة بمثل هذه القذائف. ولكن أيضا في ظل استمرار الاشتباكات يتواصل القصف المدفعي على منازل المواطنين وعلى مراكز الإيواء التي تتعرض للحصار منذ عدة أيام في المناطق الغربية لمدينة خان يونس، حيث أبلغنا قبل قليل من شهود عيان من داخل مدرسة الأمل التي تأوي آلاف النازحين في منطقة غرب خان يونس بإصابة عدد من المواطنين الذين لم يتمكنوا من نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي، وأيضا اشتعال النيران في عدد من خيام النازحين التي اشتعلت فيها النيران جراء القذائف المدفعية وإطلاق النيران المباشر من طائرات الكواد كابتر أو حتى من مدفعية من آليات الاحتلال، فيما تدور اشتباكات عنيفة للغاية في مخيم جباليا. وهذه الاشتباكات تتزامن مع ليلة عصيبة عاشتها تلك المنطقة مع استمرار القصف المدفعي والجوي على شمال القطاع وبالتحديد في منطقة بيت لاهيا ومخيم جباليا، وأيضا هناك عدة انفجارات وإصابات للمواطنين الذين وقفوا للانتظار شاحنات المساعدات إلى مدينة غزة، حيث قامت آليات الاحتلال بإطلاق النيران عليهم واستهدافهم مما أدى لإصابة عدد كبير